قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يعني سعداء جدا جدا بوجود حضرتك معانا في التلفزيون المصري. أهلا بيكم، منورين عندنا. أهلا وسهلا. يعني الحقيقة أنا عايزة أسأل في البداية، إحنا في عيد، فحضرتك بتقضي العيد فين وإزاي؟ زي ما حضرتك تعرفي إن عيد الميلاد وعيد القيامة دايما نصلي قداس ليلي مع عيد الغطاس، دول ثلاث قداسات ليلية، فبنصلي ولازم نطلع نخلي قصر الكنيسة في بداية اليوم الجديد. وبالليل طبعا بنفطر سوا الآباء اللي كنا بنصلي مع بعض، والصبح بيبقى دايما إذا كان هنا في البطريركية بيبقى استقبال مسؤولين ومعيدين وجزء كبير من الشعب، ويعني سواء أفراد أو جماعات. في النص الثاني من اليوم بقضي في الدير، بيبقى ده مخصص للأباء الرهبان والأباء الكهنة والأباء الأسقفة والمطرنة، بيجوا يعيدوا علينا يعني، وبتبقى يعني اليوم كله فرح في فرح. الدير موجود فين؟ دير أنبا بشوف وادي النطرون. يعني كذلك كان يفعل البابا شنودة. طبعا تقليد عندنا كلنا كرهبان يعني. تمام. طيب يعني أنا الحقيقة عايزة أبدأ ومش عارفة أبدأ منين بالظبط، يعني هل أبدأ من المنصورة ولا سوهاج ولا دمنهور؟ من أين أبدأ مع حضرتك؟ زي ما أنت عايز. طيب نبدأ من المنصورة. منصورة محل الميلاد. اتولدت في المنصورة سنة 52 وعشت فيها لغاية 5 سنين. والدي كان بيعمل في المنصورة، والدتي ربت بيت، أختي اتولدت برضو بعدية ب3 سنين في المنصورة، وبعد كده والدي اتنقل لسوهاج في الصعيد، يعني من بحري تقريبا لإبلي. أيوة. دخلت المدارس هناك في سوهاج، أولى وثانية ابتدائي، وأتذكر سوهاج جيدا وأتذكرها بالخير خالص. والحقيقة في يناير 2020 اللي فات ده قمت بزيارة لسوهاج كمحافظة بكل الأباء الأسقفة والأديرة اللي فيها والكنائس والإبرشيات، قضيت وياهم أسبوع هناك. كانت زيارة جميلة خالص. طبعا تذكرت لدرجة إن في واحد جه وط عليا كده قال لي أنا كنت قاعد جنبك في الفصل في أولى ابتدائي، طبعا مش فاكر يعني. وبعد 3 سنين من سوهاج اتنقلنا دمنهور. في دمنهور دخلت كملت المدرسة ابتدائي ثم إعدادي. في الإعدادية والدي توفى وجت لنا أخت ثالثة، هي توفت دلوقتي يعني، جت لنا أخت ثالثة في أول ما رحنا دمنهور. بعد كده الجامعة بتاعتنا كانت في اسكندرية، كلية الصيدلة. كلية الصيدلة بعض الطلبة يقيموا في اسكندرية، أنا ما قعدتش في اسكندرية، كنت بسافر يوميا بين دمنهور واسكندرية. هي حوالي ساعة بالقطر. ودرست في الكلية، تخرجت 75 واشتغلت في إحدى قرى البحيرة كتكليف، قرية اسمها قرية شارنوب، قعدت فيها حوالي 2 سنين. بعد كده عملت دراسات عليا في حاجة بنسميها الصيدلة الصناعية أو الهندسة الصيدلية، دي منحة داخلية من وزارة الصحة اللي بشتغل فيها لوزارة التعليم. درست فيها وكانت دراسة طيبة خالص في الجامعة في اسكندرية برضو. وبعد شوية جات لي فرصة ان انا اسافر انجلترا وادرس زمالة الصحة العالمية، درستها ورجعت، قضيت حوالي سنة يعني من 85 ل 86، 86 دخلت الدير للرهبنة. طيب قبل دخول الدير وبداية مشوار الرهبنة ولغاية حاليا، يعني هل حضرتك لسه على صلة مثلا بالأقرباء والجيران والصحبة في المدن اللي تنقلت فيها من حين لآخر؟ طبعا دمنهور الأكثر. ما زال دمنهور بعض الأصحاب منها، بعض الجيران حتى ينادوا لي باسمي القديم، ويعني يحملوا معزة كبيرة لأن بيعتبروا يعني دكتور وجيه إن ابنهم، هم كبار ابنهم. أيوة. ده طلع من عنده. أيوة. وبقى شيء جميل. فبقى يعني في معزة كبيرة. بعضهم زارني هنا.
والأصدقاء بقى القدام، أصدقاء المدرسة، أصدقاء الجامعة، يعني بين وقت والتاني بنتقابل، نتزاور، نسأل على بعض بالتليفون، يعني المحبة قائمة.